من حق الجيل الجديد أن يسأل، ومن واجبنا أن نجيب. الآن أعرض لكم بعض النماذج للحوار المباشر الذي حصل بيني وبعض أبناء هذا الجيل. من خلال الحوار أضمن المفاهيم التي أريد إيصالها للمستمع، خاصة الأجيال. سألتني، سلام عليكم، عليكم السلام، وهي طالبة جامعية من دولة خليجية، وخافت تسأل بعض الشخصيات أو بعض المؤسسات ظنا منها أنها سوف توصم بالكفر والردة، ومن ثم إلى آخر ما يترتب على ذلك. قالت: أخ محمد معلش تحملني ولأسئلتي، تتفضلي. قالت: ما ذنب الهندوس والبوذ والوثنيين والناس الذين عقائدهم حتى لو اعترضنا عليها عقليا أنها عقائد فاشلة، أو ما ذنبهم يدخلون النار بهذه البساطة؟ قلت لها: من قال لك أنهم سيدخلون النار؟ قالت: أليس الكفار سيدخلون النار؟ قلت لها: ومن قال لك أن الكافر سيدخل النار؟ قالت: أليس الذي يموت وهو كافر سيدخل النار؟ قلت لها: ومن قال لك أن الذي يموت كافرا يدخل النار؟ قالت: لا، هذا كلام عجيب، أول مرة أسمعه. قلت: هذه مشكلتك، خطورة بمكان أن أجعل من وعي الشخصي الذاتي النسبي قناعة أبني عليها أحكام كلية ثم أدين فيها الإسلام والعقيدة الإسلامية. ما يصير يا بابا، لازم نستوعب، لازم نسأل. قالت: عيل، شو الجواب؟ قلت لها: أولا يجب أن تفهمي يا أختي، أنت وأنا وكل الناس، إحنا نتكلم عن رب سبحانه وتعالى، له تدبيره، ولا نستطيع أن نتقول على الله سبحانه وتعالى وندخل الناس الجنة ولا النار اللي كان مفاتيحها عندنا. نحن عندنا قواعد وأحكام نحتكم إليها. أولا يجب أن تعلمي أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. نحن في كل صفحة من صفحات القرآن نسمع صفة الرحمة، وفي كل سورة من سور القرآن نقرأ بسم الله، ليس الجبار العظيم ولا المنتقم، لا، الرحمن الرحيم. طيب في صفات أخرى، لكن الرحمة هي الأصل. إن رحمتي سبقت عذابي، أنما قضية العقوبة ما جاء التهديد إلا رحمة بك لكي تعرف أن هناك خطأ، كما يقول الشيخ الشعراوي، هو لما يقول لك سبحانه وتعالى أن في عقوبة، دي رحمة فيك. يعني أي مؤسسة تقول لك إذا خالفت النظام ترى راح يصير عليك خصم، راح توضع في أجندة المخالفين، هذا النظام الذي توعى عليه، هذه رحمة بك وفي صالحك، غير ذلك الذي يدخل إلى أي مشروع غفل عن القوانين التي تحكمه. إذن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ثانيا، الله سبحانه وتعالى عادل، وعدله يقتضي إنصافه لمخلوقه، وإذا ارتبطت العدل والرحمة ماذا تنتظر من رب العالمين؟ ثلاثة، ألزم سبحانه وتعالى العقوبة والمحاسبة بإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما وصل رسول، ما جاءت الرسالة، كيف يكون هناك تعذيب، وكيف يكون هناك جهنم، وكيف تكون هناك عقوبة؟ يتنافى مع الرحمة، يتنافى مع العدل، يتنافى مع هذا التلازم بين إرسال الرسل وبين عقوبة المخالف عن يقين. أربعة، العلماء فرقوا بين بلوغ الرسالة وبين إقامة الحجة. خليني أشرح بالتفصيل من كلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. محمد الغزالي وهو يتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الكتاب يقول: لا يسارع إلى التكفير إلا جاهل. ها، محمد الغزالي يقول: الناس أصناف. واحد، صنف لم تبلغهم الرسالة، وهؤلاء معذورون لا شيء عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. وصنف بلغتهم الرسالة وقامت عليهم الحجة وشخصت أمامهم البراهين ورأوا كل شيء فعرفوا حقيقتها ثم تنكروا إليها، وهؤلاء هم المحاسبون. ثلاثة، صنف بلغتهم الرسالة مشوشة، كما قال: بلغهم اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تبلغهم صفته. يقول: كسماعنا عن ابن المقفع ونحن صغار، نسمع عنه أنه كذاب ودجال ومدعي كذا وإلى آخره،
فهؤلاء القوم لم تتحرك عندهم دواعي البحث عن الحقيقة، فهم سمعوا عن إنسان أنه مدعي للنبوة وأنه كذاب وأنه كذا، حاشاه. فهؤلاء أيضا يقول الإمام أبو حامد يحملون على الصنف الأول، أيضا مأذورون. إذن كم نوع صار عندنا؟ النوع الأول ما وصلتهم الرسالة مأذورون أمام الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وصلتهم الرسالة مشوهة، وصل اسم الرسول ولم تصل صفته الحقيقية، هؤلاء أيضا يدخلهم في دائرة الإعذار، خاصة الذين كانوا بعيدين عن وصول الحق والتواصل معه في أطراف الترك قالوا الروم حسب البلاد اللي أول كانت موجودة. ثلاثة، شوف الروعة، يقول أما أهل الإيمان من كل الأديان والملل المؤمنون بالله وبخالق، هؤلاء الذين وصلتهم الرسالة وأخذوا يبحثون عن الحقيقة للتأكد، وكانوا من أهل الجد والصدق في اكتشاف الحق، هؤلاء إن وافتهم المنية يعني جاهم الموت وبعد ما وصلوا للحقيقة وما تحققوا منها، فهؤلاء أيضا معذورون غير موزورين، يلحقون بالصنف الأول المعذور. إذن يا جماعة نحن الأصل عند الله سبحانه وتعالى إعذار البشر، أنت بشر تعذر عندك رحمة، فكيف برحمة أرحم الراحمين. خلونا نفهم صح، إذن هكذا تفهم الأمور. بقي المكابر المعاند المجاحد اللي فرشت له الأدلة ونصبت له البراهين وجاءت الأشعة الساطعة والكشافات المنيرة كلها وقالت له هذا الحق وشافه وعاند، فهذا ينطبق عليه فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كفر الجحود والعناد، هؤلاء هم الذين يستحقون العقوبة لأنهم مكابرون معاندون متنكرون للحقيقة.